وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم في ساتسفاكتوري. قبل لا نبدأ أي شيء، أنا أبدا ما أقول لكم لايكات ورابعة، بس هاي اللعبة بها توصل 50 لايك. شو رأيكم في الحلقة الأولى 50 لايك؟ شدوا حيلكم معايا. أنا لعبت اللعبة، وصلت فيها، فتحت شوية تيرز البيت لعبته، بس ما كان عندي وقت أني مش وقت مثل ما تقولون مخطط على أساس أني أسوي مصنع. ما كنت أبغى أسوي لكم مصنع عشوائي ولا مصنع مش عايبني بكل صراحة. فالحين في خطة مصنع في بالي، واللعبة للحين ما خلصة، ففي شغلات بتكون ناقصة بس مو مشكلة. اللعبة تستوي بالعربي إن شاء الله، إذا هو فكرة من الكلام كله. على فكرة هاي البداية ذكرني في سبنوتيكا، بس على شوية ملل. مش ملل، اول مره تشوفونها حلوه، ثاني مره ما تكون وايد حلوه. خلاص النزله يخبرونك شو تسوي، شو الهدف من اللعبه تفهمونه. واو شوفوا يقولون سبنتك، بس هناك نطيح في المايه، هنا بننزل عدل. عجيب افكت النار صح. اوه اللي على اليمين سكانر، ترى مالنا الحين بشله ونحن نازلين. ركزوا موجود ترى. بعد شو عندنا هنا؟ عندنا سامان بس ما ادري ليش ما يبون يشلونه. بسوي نحن شغلتين في السامان، بنفك المركبه مالنا، بنصير نحط مصنع. خلنا ننزل. والله صراحه العالم مال اللعبه وايد حلو، في ثلاث عوالم الحين مسوين. يمكن العالم هذا من اجملهم، اول عالم. تعيب من العوالم الخضراء الزينه. انتم تخيلوا هاي اللعبه انكم انتم فاكتوريو ولا سيتي سكاي لاين، بس تنزلون تحت انتم تلعبون اللعبه وياهم. نفس المبدا تقريبا، هي اوتوميشن. اوتوميشن هي انك تخلي كل شيء اوتوماتيك. الو، اول مره نلعبها بالعربي بعد. في مسج كبتو انتر. زين مش مفروض بالعربي تكون. شوفوا نشوف الاوبشنز جيم بلاي. اوكي انا اسف يا جماعه الخير، انا اسوي بالعربي. تمايل الراس نص انجليزي نص عربي. انزين ملاحظه. اوكي نعرف نسوي، ندق اف يقول فكه ودور شو حديد. ندور حديد يعني لازم نسوي سكان. نص عربي نص انجليزي. ترجمة ريستوب انفنتوري. اوكي لازم نشيل هذا وياي. اوكي نايس. نباح خام حديد، لا المفروض خام الحديد ممكن، بس انا حديد يعني الحديد خام ممكن يكون عربي افضل، يعني مع خبرتي شوي بالعربي. يعني انا ما العب شيء بالعربي، والله ما حد علمنا العب العاب عربي غيركم. خلنا نشوف. في نقطتين حديد، في القريب وفي البعيد. اي واحد ناخذ اليوم؟ الحلقه يمكن تكون طويله شوي يا جماعه، لان نحن في العاده من هني. والله زين، والله هذا المكان مشروع. ممكن ندق هذا، وفي تحت بعد ترى مكان بعد. بس هني شو الزين فيه؟ الزين في المكان هذا ان في فحم. اقول تعال، يا الله بسرعة الثيران هاي. افا ما ذبحته بسرعة. المهم في بنحصل جوزو. هذا درست بقايا هذه المخلوقات تسلط الضوء على كيفية الدفاع. زين ليش اللي تو يا ساقر المسجنة. زين قبل لا ابني الهب يا مسلم، الفحم وين كان؟ فحم بعيد، فحم بعيد سوري. الكوبر قريب فوق هني عندنا، و براويكم مكان الخريطه، بس خلينا نشيلها على اساس نقدر نحط ماينر عليه. تعال ما بقدر اسوي ماينر الحين اصلا. هني تحت نحن اخر مره بنينا، ولا انا بنيت لو انتم شفتوا البث ب 25 دقيقه كان هناك بدل المصنع، بس هني موجود السيراميك وكل شيء ثاني.
هذا بي اللي عندي. شو كيف بيركب سيدا؟ شو والله انا فايق. انزين هناك شيء مساحة فاضية، يمكن المصنع ينتهي هناك اصلا، بس هني شيء عندي حديد، وعندي ورا الحديد هو الكبر النحاس. نحاس نحاس هناك اخر شيء تشوفون ذاك الحيوان هذاك هناك. خلينا نحط الهب، الحين لازم نحط البيت اول شيء. يمكن وايد ما يعرفون شو السالفة، اظني اللعبة لعبة تعتبر لحظة، خلينا نحطينا الهب هني. هب ينشل اصلا من 99.9%. ليش بينشل؟ لان ما ادري اذا ينشل هذا الهب. هي ينشل ينشل. اول شيء في عندنا هذا البحث، شوفوا حدد المرحلة، استكمل هب الى اخره. انا هذا كي يقول لكم ترقيته الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره. انزين نحن اول شيء نبغى يكون عندنا سبيكة حديد، قضيب حديد ولو حديد. اوكي يعني اللي هو كنت اسويهم انا ايرون بليت ايرون رود. اوكي صح صح نايس، وايد 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 زين. اللي يطفر في اللعبة مرات سالفة هاي حرفيا، سالفة ان شو نسوي الحديد مانيوال هذا في البداية يرفع الضغط. ترى انا بالنسبة لي خاصة ذهب بنيناه، نحن شو لازم نسوي؟ لحظة لازم نسوي بقريد ذهب، نسوي له نسويه نسوي نحوله الى شو اسمه عشان نطلع سامان. لازم نسوي نفس البحث اني عند الهب هذا مثل ما تشوفون، ونحطي له موارد. زين وهالموارد تخليه شو لحظة، هالموارد تخليه يتطور. نحن محتاجين قضيب حديدي عدد 6. قام يسوي كل شيء بالعربي، صار مصنع عربي، مصنع عربي. ايوه شوفوا المكان يتغير لين يستوي غرفة. عقب شوف يستوي غرفة، ترى اخبركم هذا بيبدا يطلع المباني، قطب الطاقة الباني. الحين شو عندي؟ الورشة بتكون عندي مطهر مصهر مصهر. انزين حفار متنقل اوكي، هو يا سويت تكلم ترى. زين الحين طبعا بنحدد المرحلة عشان بنعرف شو يبالنا فوق. بس شو بسوي اول شيء؟ ابى اجي هني لا مش هني، ابى احطي محطة تصنيع يدوي. يباله مفقود لوح حديد لا يمكن تحمله، ورشة هذا شو يباله؟ لو حديد بعد يباله، لو حديد لازم صنع. اوه اعطوني صندوق تخزين نايس. زين هذا صندوق الوحيد اللي ببلاش اللي يعطونكم اياه في اي مكان في الدنيا. يمكن الحين بنحط شغلتين، بنحط ورشة يا جماعة اسميهم بالعربي شوي تطلع الروح، يبالي اتعود عليها شي يومين. يعني بنحط ورشة وخلنا نسوي لنا لوح حديد، وبنحط الثاني وياه. الحين بقرا شو اسمه، بس قبل لا احطهم بسوي شيء ثاني. لحظة لحظة لحظة، اقدر اسوي يوم بحط الورشة مش الحين. خلوني احط الورشة، محطة التصنيع اليدوي خلنا تقابلنا، بشيلها اصلا بعد شوي تصدقون، ما اعرف ليش وايد هم مني موضوعها. بنحط ورشة معدات، ما بقى احط شيء على الارض بالطريقة هاي. ترى حفار متنقل يباله سلك ويباله واير. ليش السلك والواير مهم بي؟ بس السلك والواير لازم يكون عندي شو؟ نحاس. النحاس قلت لكم نحنينا وين؟ هذا ما عندنا نحاس، هذا هو هذا قدامنا. مكانه وايد اوكي، مكاننا وايد اوكي، بس شكله المصنع بيستوي هني في الوسط مش تحت. زين انا نهني نذبح هذا الحيوان. لا تعطيه مجال، لا تعطيه مجال معنه درع فضائي. زين اضغط اي للاستمرار لجمع المعادن النحاس النقي. انا قريتها غلط اصلا. استكمال ترقية هب 2 هولد سي، هذا انجليزي. شوف ترجمة العربي ترى يعني نوعا ما ترجمة عربي، مش الشيء الخبر الاكيد انه ترجمة عربي. انا اخبركم يعني بحب المعرفة. يعني خلنا نسير هني نذبح اللي تحت. هذا الخط، هذا مش الخط ولا بالاحرى من خط الانتاج حق هذا بيكون صعب.
بس صدقون اذا بالطريقه هاي وين طاح ذيله هذيله اذا بالطريقه هاي بيكون بنتلعوز في شيء واحد فيمكن تحت يكون المصنع افضل من فوق ما ادري بشوف اذا ما عجبني بحول كل شيء تحت عادي نروح نفك المصنع كامل ونحوله تحت زين بس انا هالكثر اضغط اي لجمع اوراق الشجر اوكي هذا حق شو اسمه زين النبابه نحتاجه حق الكهرباء بنحوله لنوع من انواع البترول في المستقبل فيوم تون انتو اي شيء تحصلون فيكم شيء حشيش هذا شلوه Initial scans reveal coloring properties in the flower petals. Further analysis required. يتكلم عن بحث. شوف هالمكان فاضي بيستوي غرفة الحين. أسوي الحين عقب شوي غرفة الحين. زين. سبيكة نحاس. حلو حلو كيف مترجمين الأمور. لحظة كابل كابل ليش ما يستوي؟ كابل كابل. يعني السلك هو صح هو اسمه وير أند كيبل. وير سلك كيبل كابل شو ترجمته بالعربي حد يعرف انا احس انهم مخبصين ترى على فكرة صدقوني صدقوني مخبصين اتوقع على هالشي يعني ما اعرف ليش بس احس انهم جايبين العيد في الترجمة لا لا زينين لا زينين استلمهم اخر شي طلعنا غلط ما ينفع خلنا نسوي كابلات يلا هاي كابلات الحين نقدر نسوي شو جهاز حفار شوفوا واحد أربعة بسويهم كلهم ليش لأن الحفار التوماتيك على أساس إني أسويه لازم يكون عندي شو شوف عشان أرقي فوق ليش ما أسوي ليش ما أسوي تعالوا أنا بخبركم شو بسوي نيب هذا هو بيجمع هالحفارة بروحه بيجمع ماله زين بنحطيه في ايدنا بنعقه هني وبنصير حق النحاس ونفس الشيء بنسوي ليش؟ لان المواد الاولية اللي نحتاجها تحتاجها كلها انا ما بابدع على طولتي ابى شو اسوي؟ من البداية ايش اسوي يكون توماتيك ايوه طب نقل حفارة هني طب نقل حفارة هني طب نرجع السلاح في ايدنا اللعبة فيها تطورات حلوة الحين نوصل لمرحلة البترول بس اظني بيكون في وايد موارد اكثر غير البترول طبعا نحن بنسويها البترول بيكون اخر همومنا انا بس قاعد اجمع لين هاي اللي جمعون ترى على فكرة فقط لاني انا على طول بسوي حفار ومنتج كهرباء واتوكل على الله وخلاص ما بقعد وايد افكر في الموضوع زين اظني هذا يكفي حقي الحين هذا يكفي حقي ولا والله اظني يكفي صبر ظني وتقديري خلنا ناخذ هذا الحشيش كله هذا العود مش مؤذي المدينة الصغار يعطين نجمع الحشيش للمستقبل حديد جاهز تعال قرابول ترى هاي بنشيلهم عقب ما هني بنسوي فيهم حفارات فما منهم خسارة اي حفار محتاجين تسوون حق الشغلة هاي عادي انزين انا عندي اسرع السامان اللي هو يبا ولا ما عندي خلنا نشوف عندي هذا ناقصني بس قضيب قضيب ولوح والله احسه غلط بالعربي اللي تقول انزين موضوعها شوي ياخذ وقت البداية هذا ياخذ وقت بس من تبدون تسوون كل شيء اوتوماتيك الوضع يبدا يتغير يبدا شوي شوي شو كل شيء يستوي اسهل لان هاي شغلات عقب نحن ما بننتجها بشكل مثل ما تقول يدوي راح ننتجها اوتوماتيكا وانا من البدايه ما بنتجها بشكل يدوي بنتجها اوتوماتيك اصلا خلينا نسوي قضيب جماعه الوضع مو عدل زين سبيكة النحاس كم كيبل يبا 50 اوريدي كيبل عندنا لحظة خلينا نطور ما قاعد اسوي لحظة
لا هني مرحلة نشطة. اوكي يعني مرحلة نشطة قصدي يعني المرحلة اللي احنا بعدين فيه. ترقية المركبة. استوت الغرفة. شوفوا الحين ما في شيء فاضي، ما في اثاث، بس عقب بني بثاث ما عليه. ترقية لهب 3. زين اذا بستكمل ذا هب كامل عشان نسوي له عدد المرحلة. ها شو بيعطيني؟ سير ناقل. سير ناقل. شوفوا انتم بتبدون نفس الحالة ترى. نفس الحالة. لحظة بس خلونا نسوي خرسانة. اوه. وفعلا خرسانة. يبغى لنا فوق 10 كيبلات. عندي. اثنين. حديد مقوى. يبغى له براغي بس. زين نسوي اثنين حديد مقوى. يبغى خرسانة. زين اذا يبغى خرسانة تعرفون شو بنسوي؟ بنسوي حفار متنقل. طب اثنين بنصير نعقة تحت من اللي من ساعة تذكرونه اللي يوم صرنا تحت. شو كان يبغى؟ لحظة يبغى عشان تسوي حديد. لو حديد الفكرة الحين ان اطور هذا كامل هاي الحلقة عشان نبدأ الحلقة الجاية بنتون تشوفون تعرفون شو السالفة. زين ان نحن شو نكون سوينا؟ سوينا تقريبا كل شيء خلاص. سبيكة حديد. انا سوي سبايك حديد. في شغلات اظن ما يقدرون يترجمونها ولا ما يعرفوا، مثل الهب. شو الهب؟ ما ادري. احاول افكر في الهب مش عارف احصل الترجمة صراحة. لو حديد للحين ما في انتج كهرباء، في انتج كل شيء بشكل يدوي. زين بني الورشة. حفار واحد. سفري. جيب. بنحط الحفار على ايوه هذا. شو لا توجد مساحة. تبغى مساحة كبيرة اصلا. انا نعق هاي بعد بتكون في حفارة هني. اي مكان اعق الحين هاي الحفار المتنقل هذا والحفارة المتنقلة والحفار المتنقل راح يستوي حفار فعلي عقب. لان اصلا من متطلبات في حفار الكبير طاقة. من متطلبات الحفار الكبير بحفار متنقل صغير على اساس نبني نقدر نشيل الحفار هذا الصغير على طول. شو اسمه الباني هذا الكونستركتر اللي تحطون فيه ويسوي لنا كل السامون هذا بيستوي عنده. ولهذا السبب نبى ايوه نبى 10 هذا بس خلوه شغال لان عقب يقول له ابا هو بيوصل 100 بيجمع وعقب شو بيسوي؟ عقب بيوقف تجميع. زين خلنا نسوي خرسانة بس 5. اوكي انا توقعت اني بقدر اخلصه. طلع ما اقدر اخلصه لان ذهب هذا. خلنا نشوف ايش كثر سامون ناقص. لان هني الحلو اذا حطينا السامون نقدر نعرف كل شيء ناقص عندنا. شوف اوكي ما تملي شيء فعليا، تملي بس اللي هو هذا يطلع الروح. سبيكة الحديد السبيكة الحديدية. بسوي مصنع الحينة بدائي. زين طبعا ببدأ اسوي بعد ما احصل حفار. الحفار بيكون الحين بنشوف دقايق بس لان هني هذا اللي يطلع الروح. زين الحفار راح يكون يا اصدقائي اظني في هلا بقريد دقايق. لحظة هلا نحط له الحديد هذا الابجريد بيكون فيه لا بعده
اخر شيء الحفار. شو ليش ليش ما عندي حفار من الحين؟ اوكي بنتاخر شوي في الحفارة يعني. خلني بلنا تحت حصه. هذا قراب قول. ليش ما ترجموها بعد جمع الكل؟ المفروض يترجمونها جمع الكل. والله صدق نحط هذا هذا من الحفار، هذا هذا من شلة، من هني يبقى 75. هالجزء في البداية بيكون ملل، مش ملل، يبالك كرف وايد تروح وترجع. بس انا اللي حسيت انهم ماخذين وايد من فاكتوريو، يعني بشكل مش طبيعي ماخذين من فاكتوريو بشكل لا تتخيلونه. لو قلت يمكن ما صدقون. خلنا نسوي خرسانة ما نبقى اكثر. سوينا الواح، خلني هني، خلنا نفتح كل شيء نحاول. شوي شوي بني بثاث ترى على فكرة، شوفوا شو عندنا كمبيوترات، بني بثاث غير وهالسوالف. باقة اوكي، خدمات اللوجستية دير ناخل اوكي، وجدران نايس، جدران لازم، اساسات نبغى. اوكي نايس نايس. الحين اللي اقوى كل شيء بني بثاث كامل. ايوه هذا الماينر هني، حدد المرحلة. وايد يبالا هذا، هاي يبالا كثير. خليني اكملكم السالفة. لو تذكرون اللي حد فيكم تابعوا وياي فاكتوريو يوم انا لعبت، موجود على فكرة في الصفحة الرئيسية لو تروحون، حاط لوحة التشغيل ماله ولا البلاي ليست ماله تحت موجود، بتشوفونه في القناة موجودة. احسها نفس الترتيب حتى في البناء، بس يمكن لان المصانع دائما نفس الترتيب، انا ما اعرف الصراحة، بس اتصور بيكون تقريبا بنفس الطريقة يعني. نفس يوم يجيبوا لكم لعبة يحاولونها 3D، احس هاللي يحاولون يسوونه، يحاولون فاكتوريو مثلا لنسخة شو يعني 3D. انا هذا اللي حسيته انهم يبون يسوونه في اللعبة هاي، واظن نجحوا بشكل مش طبيعي بالنسبة لي. انا اسوي القضيب اول. تعرفون شو، انا غلطان ما بسوي هالشيء هذا. اول شيء بسوي، خلوني احدد المصنع كيف راح يكون. ابى صهر حديد 3، شوفوا صهر حديد ابى 3. يبالي وايرات. شوفوا كيف تنتجون. خلنا صهر الحديد اول شيء زين، واحطيه في بفر. بشرح لكم مبدا البفر عقب شوي. بس وين الوايرات؟ 24 سلك بس، سبيكة نحاس. السلاك ما ظن شيء صعب لان كل سبيكة تعطيني 3 سلاك. بس بعدين نرجع نسوي كيبل، يعني مش غالي ابدا، مش حتى قريب يكون غالي، بس نبى حبة زيادة منه. نبى نسوي صاهر حديد، بسوي 2 اول شيء على اساس ان وانا ابني وانا اسوي هو يجمع شوي يسوي شغلات. طبعا يبالي كهرباء، كهرباء راح تعوزني شوي لين نفتح، متى لين نفتح الفحم. والله انا احس مكاننا زين بالطريقة، بس ان شاء الله يركب شو اسمه عدل. مصهر حديد 1. البارحة لو تذكرون في البث ركبناه، 3 ركب الثالث 3، بس ما نبغى شيء ثاني. بس حاليا بحط شو البيكه هاي، وبحط الحديد اللي عندي هني. طبعا شو يباله؟ يباله هذا مال الكهرباء ونوصله زين، وهذا بحد ذاته يصير عمود الكهرباء
وصل في شباب اللي هنا كاب المفقود. لا يمكن تحمله يعني التكلفة، تكلفة عالية المفروض يكتبون الصراحة. أنا هذا اللي أشوفه. زين خلنا نسوي كيابل، نسوي 10 كيبل، يوصل وايد بعيد ترى، كيبل يوصل مسافات كبيرة. البداية اللي بسوي شيء ثاني بعد، لأني أبغى يبلى سيدة، أبغى أحط مخزن ورا يستوي. بعد ما فتح المخزن عندي، أوكي مو مشكلة، بنحطي هذا. عاد شو الفايدة قاعد أبني بالطريقة هاي؟ ما أعرف، بس أوكي مو مشكلة. خلنا نحطي، أيوه هني. هذا عارف شو يبى بترول، بس ما بحطي فيه حشيش. تكون عند هذا وتسوون شو اللي هو كتلة حيوية، اللي هو البايوماس، هي تحولون الحشيش لهذا البترول، يتم معكم فترة أطول وأفضل كأنكم تضغطون وتحطونه، يعني مش قضية يعني. دقيقة، وين الفيول؟ هذا هو، خله ينتج. بنشبك الباقين. مشكلة المخزن متى؟ أظن بعد شو اسمه الجاي. نشبك هذا هني ونشبك هذا هني. أوكي نايس. يوم بنحط المصنعين هني بنشبكهم دايركت. انزل انت ما عندك شيء تصنعه، صنع سبيكة هاي. مشكلة وين؟ مشكلة هو كم بيجمع؟ 100 صح؟ لا بس بيجمع 100. اوكي. عندنا الباني، ايه بندخل على مش كونستراكتر، بس بخلي مسافة، بخلي مسافة حق مخزن في الوسط. اوكي كل شيء بخلي مسافة بحق مخزن. هل نسوي حديد مقوى؟ كم تقول كل شيء بالعربي؟ واي واي تي واي لا. انزين خلنا نجمع هذا، لازم اخلص لكم كل شيء هالحلقة. حديد مقوى، خلنا نسوي الواح. الواح والله روم اسير شرم هناك وفك عمري يبون صدق. انا سوي مسامير، يبا كل واحد ترى. خلنا نسوي 6. زين نسوي 6 حديد مقوى، ونسوي هناك مصنعين تركيب يمشي صح. على اساس اسوي شو؟ اوكي صح، عندك يا ابن عندي، ها عندي ذاك. زين على اساس ننتج شيء، بابور خلنا هني ننتج. ما ظني الكهرباء عندها بتكفي حق شيء، بس ما عليه. الباني بنخلي بينه وبين مسافة طيبة. طبعا دقوا كنترول، واثنين يبنون ولا ثلاثة؟ ثلاثة 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 يبنون. لوح مفقود برايا، بنسوي 2. انت يا صديقي بتتم هني لين هني، لا يمكن تحمل التكلفة. مو مشكلة، هذا لانه يستوي من هذا فعادي. انزين كيف لا يمكن تحمله؟ ليش هناك صنع؟ لحظة دير شي باله. اي حديد، وانا ما شليت اللي هني. شو شليته هذا؟ اوكي لازم. دقيقة اوكي استوعبت. I'm sorry guys. انا وصل هذا في اوكي اوريدي هذا وصل حد. زين وصل هذا في هذا. على اساس شو بسوي؟ ابغى اسوي له حديد حقي. خله ينتج اوكي. ولان السير هذا يباله خام حديد، عندي خام شيء ثاني، خام حديد دول. زين ان السير هذا شو يباله؟ يباله لوح حديد. خلنا نسوي لوح حديد، شوف ذا يكفينا هناك.
والله قمنا نسوي تلوث. ما هذا؟ زين بنحط ستور في الوسط. احسه زين، احسه زين. اوكي انت قول لي بعد اقدر اتحمل. لا يمكن تحمله. ايش عندي الحين؟ اوكي الثالث عقب بنسوي، بس هذا شنو بنسوي؟ قضيب. اوكي هذا خليه يتجمع الحين، لان اصلا كهرباء بتخلص بسرعة. بس بيكون اوكي بعد. وين صار؟ انا اسير عن صديقنا الكهرباء نشوف شو اخباره. لا بعد عايش. اوكي بينتج لنا كمية، بس بعد لازم ننتج نحن بروحنا ترى، لانه هو كم راح ينتج؟ ما راح يكفي وايد. خلينا نشيل هاي كلهم، خلينا نشيل هاي كلهم، خلنا نحط لهم حديد. قام حديد، حديد رخام. يلا عبيناه. خلنا نصير نبلنا اساسات صبية. خلنا نشيل هاي حق المستقبل. نسوي بترول. انا وين صرت؟ ملعوبة ملعوبة بين حشيش. اصلا انا بحشيش. زين بنسوي حقنا خرسانة. اوكي الخرسانة ب 20 خرسانة. ابى 20 كيبل. ابى 75 قضيب. يبالي اسير اشوف الحين كم يعني بعد، وانا اسوي اشوف هناك كم صار، لان قاعد اجهز المصنع كامل صح؟ لا لحظه انا اشوف شو ناقصني اول شيء. خلينا نحطيهم وايل. اوكي ناقصني الخضبان حديد 75 100 منو هاي تم بشلهن الحين. انا عقب شوي بنسوي حفارات ترى. السلام بس هذا لازم شوية حركة مصنع. ما ادري السي. زين اول شيء بنسويه هذا لو حديد يسوي صح؟ ولا ما كان ينتج؟ شو السالفة؟ ما كان ينتج، الحين قام ينتج. زين وانت؟ هذا كان ينتج 34 قضيب عنده. زين نايس. بصير اعطيهم حديد. ما في شيء هنا مجمع. خلنا ننتج، خلنا ننتج يدوي يدوي يدوي. ننتج الحديد اكثر يدوي، لان في البداية بنحتاج نسرع الامور. الحين بيكون يدوي لين متى؟ لين يستوي عنا لا اله الا الله شو اسمه، يستوي عنا المصانع تبدا تنتج المواد الثانويه بروحها. الحلو ممكن ندبل الانتاج من غير ما نبني مصانع زياده. انا هالشيء عيبني في اللعبه، ان نحن نقدر نسوي عن طريق شو الابجريدج ولا المودلز ولا تزويد المعدات اللي عندك، ويسوي وايد فرق في الانتاج. اوكي الحين شو باقي لي؟ اسير اجيب حديد زياده واسوي ها 97 هذا 100. اوكي وصل 34 شيء قضيب. اوكي بس الحين بني بنسوي اظن يعني حتى المصنع هذا ما يترسح ما يسوي، لان شوف في شيء اسمه وحده تخزينيه. يعني الحين بخبركم عقب شوي بنحط وحده تخزينيه. يعني هذا المصنع الحين اللي هو الباني هم يسمونه. هذا ليش ما قام ينتج؟ لانه ما في حديد صح؟ ترى هاي المشكله اليوم ما عندنا انتاج مستمر. خلي ولي شو بسوي؟ بشيل هذا، بشيل هذا وبنتجه يدويا افضل، لان
باقي لي 30 حبه. المشكله اللي في البدايه شفتها خايسه والله البترول ولا الفحم، اشوف الفحم من قبل احسن. بعد الفحم يستوي اللعبه وايد احلى صراحه صدق، لان ما يستوي الهم شو الكهرباء. الحين هم كهرباء بس كهرباء 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 كهرباء. بس تشوفون الحين خلاص استوى بقريت. خلينا نشوف الاثاث الجديد. يا سلام حطينا ترقية اللاعب، اعطوني تخزين اظني، حطوا لي السرير سريرين في مكان حق ضيوف. زين احنا تري النيو بلدنج اصلا عندي. خلينا نسوي خرسانات نسوي حفار. زين قهر خدمات لوجستية سير ناقل واسوق. اوكي هذا المخزن حصلناه، والحين نبى تاج مكي. ما في حفار، قلت لكم الحفار ها شو بيستوي فيه. هذا هو ماينر مكي 1. بدأ في التصريع. يا سلام طيب هاي ما مر بحطيه في ال هذا. خلنا نشل هذا ناقصني كيابل يا حبيبي. دقيقة كابل 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 خلنا نجيب هذا هني وهذا خلنا نشله. زين نحطين كهرباء موزعة من هني لين باقي الأماكن. هني موزع وهناك موزع حلو، والموزع مال المصنعين هذا. اوكي بيشتغلون صح. الحين ابا هذا ينتج في منو؟ في هذا دخله. بعدين بشوف الاشكال. الحين خلونا نقدر شو نسوي؟ دقيقة نقدر نشغل الاماكن هاي اوتوماتيك، يعني يفرق ويانا سما وارض. اوكي اوكي هذا غصب احس اني حطيته بس ما عليه. انزين هذا بيبدا ينتج، هذا بيبدا ينتج. خلنا نكفي حديد خام. باقي لنا الحين الترقيه الاولى كامله ما سويناها ترى. زين لان نحن الحين شو عندنا؟ نقدر نجيب معدن نحاس حام خديد خديد او انه حديد حجر جير حجر اللي تحت اساس نبيعه اللي قاعد نسوي منه الكونكري. ما عندنا بترول، اظني بترول خلص. في عندي مشكلة. هي عندي محطتين كهرباء ووحدة اللي تحاول تشتغل. دقيقة خلنا نسوي بترول لأن الاستهلاك استوى عندي عالي، فلازم إني نسوي بترول. أوه والله حلو اللي جمعته زين بينفعنا الحين. زين خلنا نحط هذا هني. هاي خلنا نشغل كل شيء. عندي مصنعين شغالين لازم يستوي 20 اتليست. ليش يفصل؟ ليش يفصل؟ انا عندي واحد. هذا مش والله اني ذكي. خلنا اسوي وايرات دقيقة. هذاك شغال ومش موصل لنا. انا ما وصلته وين؟ ما وصلته في ال قاعدوني في مكان. تعال انت هني. انا نشغل كل شيء. ايوه استوى الانتاج عالي. شوفوا
26. عجيب. الحين شو يبغى عشان نسوي مخزن؟ انا بخبركم نسوي بفرز الحين. يعني المخزن بيكون المؤسسة هي. اوكي رخيص. بس يبالي اسرق من هناك شوي. دقيقة. برد احط كرسي من اول يجي شكلي. صبر. هذا كم سوى؟ 7 بس. انت من يومك شغال احسن من ذاك. انزين. بشل هذا الخط. زين وبنحط قدامه شو الخط بكبر بشل ما عليه. هو بيتم ينتج ترى لان 100 بيتم يخزن عادي. زين ابى احط قدامه على طول حاويه. زين الحاويه هاي شو شغلها؟ الشل الحديد اللي يمكن ذاك ما يستهلك. يمكن انا احتاج حديد عقب في مرحله من المراحل اروم اطلع من هنا وفي شو سبلتر. هذا بكبره خليه اشله. زين ونحطي هني خلي المحطة شو من بداية شوي يعني يكون فيها نوعا ما من الترتيب. خلي نحط الباني هني ترى ما تشلونه سامون كم يرجع يعني لتحاتون هني بالطريقة هاي. هذا بنسميه نفس قطار تصنيع يعني ترى. زين خلنا نوصل الكهرباء. اي يسوي لوح حديد. ولوح الحديد هذا نفسه شوفوا يروح لمخزن. كل شيء قريب كل شيء قريب. بس هني ما راح احط سبلتر في المستقبل اللي يكسب ما با. ورا الباني بنحط وحده تخزين ثانيه. فالحين شو يستوي؟ لحظه ما يستوي سيدش. ولهذا اصغر منه وايد. انا احس انه هي هو اصغر وايد وبعد مش سيده. برد احطيه لحظه. سيده ولا مش سيده؟ والله مو احس هي مش سيده. الحين سيده. افا افا لعبه سوت كراش. بعد الفا بعدها الفا ما اعرف لوين خزنت. والله ما اعرف لوين خزنت وبصراحه يعني انتم معايا على الكراش حتى اني ما سويت هذا. بس ان شاء الله يكون نفس المكان موافقه المضي قدما. على اساس سويته وهذا بالعربي يوافق بس ما سويته الا بالعربي يقرا على شو قاعد يوافق. اعظم صاحين نشوف وين يابنا. عادي حتى لو يابنا مكان يعني مثلا متاخر ولا هذا ما عليكم. انا برد عيد هذا كله اسويه الحلقه القادمه برد لكم. ايوه بالضبط. المهم انتم فهمتوا الفكره اللي انا بسويها. زين الحلقة اصلا وايد طويلة استوت. فنشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة على خير. اوكي لحظة خلنا اركب فوق واحد من عائل رويكم المكان. زين هذا المكان الاساسي مالنا. وان شاء الله برجع اسوي نفس اللي كنت مسوينه وان شاء الله اسجل حلقة. شوف اركب فكري اطيح. ان شاء الله اسوي لكم حلقة قادمة ان شاء الله ونسوي شغلات الآلية. بكمل انا هذا وين انتهى من دقيقة ونشوفكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.